نسخة انتهت ونسخة جديدة بدأت، ونتمنى أن يكون موسما إفريقيا كبيرا لكرة القدم السودانية والمدينة الأربعة في المسابقات أو في المسابقتين الإفريقيتين، دوري الأبطال وبطولة الكونفدرالية. نذهب الآن لنتعرف على أخبار النجوم والمنتخبات. أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم رسميا إقالة المدير الفني للبلاك ستارز تشارلز أوكونور وجميع مساعديه من القيادة الفنية للمنتخب الغاني، وذلك بالتراضي ما بين الطرفين، حيث كان منتخب غانا قد تعرض لهزيمة خارج القواعد على يد مضيفه الجنوب إفريقي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022. أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي رسميا نيته الترشح لاستضافة نهائيات مونديال الأندية، وذلك بعد اعتذار اليابان عن استضافة نسخة هذا العام. وصرح رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي داني جوردن عن رغبة بلده في استضافة كأس العالم للأندية، حيث قال: سألتقي بسكرتير عام الفيفا في الأيام المقبلة حتى أعرف ما الذي سيحدث بشأن تلك البطولة. لقد أثبتنا في الماضي أننا قادرون على تنظيم تلك الأحداث الكبرى، وهذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. لدينا الرغبة في استضافة كأس العالم للأندية. إلى مصر، حيث تتواصل عمليات تشييد الملعب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. هذا الاستاد والذي يتسع ل90,000 متفرج في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون المعقل الجديد والرسمي لاستقبال مباريات منتخب الفراعنة، والذي كان يخوض معظم مبارياته على استاد القاهرة الدولي فضلا عن ملاعب أخرى. بعد مسيرة حافلة من العطاء، أعلن النجم السنغالي الدولي ديمبابا رسميا اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36، حيث أمضى با فترته الزاهية بقمصان نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث كان أول لاعب سنغالي يوقع في صفوف النادي اللندني، كما قدم با مسيرة كبيرة أيضا مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. صعد أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب منصة احتفال الفريق بالنجمة العاشرة في لفتة رائعة رفقة والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب. وقام اللاعب التاريخي للمنتخب المصري والنادي الأهلي بتقبيل رأس والدة اللاعب الراحل تقديرا ووفاء لما قدمه النجم الكبير بقمصان النادي الأهلي.